يعني هو بالطبع تركيا يعني في الفترة الأخيرة بتنتهج يعني تصريحات أو بتطلق تصريحات متناقضة بشأن اليونان وقبرص، يعني في بعض الأحيان تدعو إلى التصعيد وفي الأحيان الأخرى تدعو إلى الحوار، وبالأخص يعني إنه تركيا الأسبوع الماضي يعني كانت تدين أو تنتقد عدم إشراكها في منتدى الصداقة الذي عقد الأسبوع الماضي بين دول حوض المتوسط، ويعني تدعي أنها كان من المهم أن تتواجد في هذا المنتدى، لأن يعني كدورا أو أن لها دورا مهم يعني. ولكن بالطبع يعني هي في ذات الوقت نفسه، يعني حتى اليوم أعلنت تركيا عن مسح في بحر إيجا عن الغاز، يعني هي تنتهك في نفس الوقت الذي تدعو فيه إلى الحوار. وبالطبع يعني الشهر القادم سيكون هناك، سيجتمع المجلس الأوروبي لبحث العلاقات الأوروبية التركية بصورة شاملة، يعني إذا سيكون هناك يعني عقوبات أو على ما يبدو أستاذ مارك أن استراتيجية الإدارة الأمريكية الجديدة ضد يعني السياسات التركية بالمجمل في سواء كانت في أوروبا شرق المتوسط وحتى سوريا والعراق والمنطقة وليبيا والمنطقة برمتها، كيف تقرؤون توجهات الإدارة الأمريكية الجديدة حيال النظام التركي؟ يعني هي بالطبع يعني اذا نظرنا الى البلدين، اذا كانت تركيا او اليونان، فهم جزءا يعني من حلف الناتو، ولكن يعني بالطبع يعني هو ما يتوافق مع السياسه الامريكيه في منطقه الشرق الاوسط في بعض الاحيان يتفق مع السياسات التركيه، وفي بعض الاحيان يتفق مع السياسات يعني الاوروبيه او الاتحاد الاوروبي. نعم. يعني لا يمكن، يعني بالطبع يعني إذا يعني الولايات المتحدة تؤكد تعزيز علاقاتها باليونان، هذا لا يعني لا يؤكد أنها ستعادي السياسات التركية في المنطقة، يعني حسب ما ستفق أو ما سيكون وفق مصالحها بالطبع، نعم، ولكن يعني حسب اليوم النظام التركي وبعلاقاته التي وطدها حقيقة مع الجانب الروسي ومنظومة S-400 وما إلى ذلك، يعني اليوم هذه اعتبرت تحدي صريح للولايات المتحدة الحليف في حلف شمال الأطلسي. يعني هو بالطبع يعني بالطبع سيكون هناك أو احتمالية أن يكون هناك عقوبات بسبب هذا الاختراق التي قامت به تركيا كحليف للولايات المتحدة الأمريكية، ولكن هو يعني هناك حتى هذه اللحظة يعني يعتبر كتهديد، يعني ليس نعم. لم تؤخذ أي خطوات بطريقة مباشرة. أنا أشكرك جزيل الشكر على مجمل هذه الإيضاحات، الباحث في العلوم السياسية الأستاذ مارك مجدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا مباشرة من برلين.